شهر الصيام على الأيام قد كمل حقا وفيه كتاب الله قد نزل طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر في مشتغلا وليلة القدر فيه له فضلها عن ألف شهر وليلة القدر وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد كمل فاسمح لمن صامه يا ذا العلا كرما وهب له توبة واغفر له الذلل ثم الصلاة على أذكى الورى كرما ما لاح طير بغصن ما آل وعتلا.